الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، يا أبناء شعبنا في سورية الإباء، بل في حلب الشهباء، ابنكم وأخوكم ووالدكم محمود فؤاد طباخ يتحدث إليكم. إخوتي وأحبتي، لعل قائلا يقول: منذ متى غادرت بلدك سوريا؟ أقول: منذ 34 سنة. ولعل سائلا يقول: لماذا غادرت هذا البلد وحب الأوطان من الإيمان؟ لا بد أن تعرفوا هذه الحقائق. بدأ عصر البعث، حيث قام الانقلاب في 8 آذار، وكلكم يعلم ذلك، عام 1963. جاءنا بشعار ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، يقولون: أهدافنا وحدة، حرية، اشتراكية. أذكر لكم قصة. كنت يومها في الثانوية، وأرادت الثانوية أن تجري حفلا يستنكر على بعث العراق، لأنهم مثل القطط، بعث وبعث، تارة يصطلحون وتارة يتناكرون ويختصمون. جمعنا غصبا عنا باسم الحرية. كان إلى جواري مدرس، لا أريد أن أذكر اسمه، طلب من هذا الذي يتولى أمن الثانوية وكان موجها، طلب منه أن يلقي كلمة، لكنه قال لا، لأن هذا خاص بمن هم حزبيون، فأردت أن أثأر لكرامتي وكرامة هذا المدرس، لأنه مدرس يمثلنا، يمثل ديننا، يمثل عقيدتنا، فأننا لنا أن نسكت على هذا الضيم باسم الحرية. مرت فترة، خرج مدير الثانوية ليلقي كلمته، وقد كان قد جاء إلى الثانوية ليؤدب هذه الثانوية، فوقف. ماذا قال؟ كلام لم نعهده من قبل: باسم ثورة 8 من آذار المجيدة، باسم الوحدة والحرية والاشتراكية. فما كان من القوم إلا أن انتفضوا على هذا الكلام، وإذا بهم يهتفون جميعا ويقولون: منا كلمة يا طباخ، يعنونني. فما كان من المدير إلا أن تنحى عن الميكروفون، وتدخل الموجه وأقبل على الطلاب بوجه باش وقدمني للكلمة. فماذا قلت؟ ودفعت الثمن غاليا. قلت: بسم الله، بسم الله وحده. فالتهبت الأكف بالتصفيق، لأن هذا الشعار هو شعار الأمة
أما ذاك الشعار فشعار الدخلاء، شعار العملاء الذين أرادوا أن يركعوا هذا الشعب باسم هذا الشعار المضلل. ثم أتبعتها فقلت: والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم قلت: أين هي الحرية؟ أنتم تقولون أهدافنا واحدة، حرية اشتراكية. سوف نسامحكم، نسامحكم بالوحدة حيث لم يطبق منها شيء، وسوف نسامحكم بالاشتراكية ونطالبكم بالحرية. أين هي الحرية؟ وبدأت أذكر شيئا من قمع الحريات، وعلى رأسها منع هذا المدرس من أن يلقي كلمة لأبنائه الطلبة. سحب مني الميكروفون غصبا علوة. نزلت وتابعت طريقي وتركت الحفلة. فلحقني الجمهور تاركا المدير البعثي الذي جاء ليربي هذه المدرسة. وجد نفسه يتكلم وليس أمامه أحد. لحقني في ذاك الوقت ضابط أمن المدرسة الثانوية ورجاني أن أعود. رجعت. انظروا يا إخوتي الآن، جاء الأمن وفي الطريق. اتفضل يا شيخ، ممكن تطلع معانا؟ حاضر، ممكن. أعطيت كتبي لزميلي وخرجت معهم. اسمعوا جيدا يا أحبتي، هذه بدايات البعث، وهذه قناعته بحرية الشعب الذي جثم على صدره. ماذا قالوا؟ ما اسمك؟ وهم يعلمون اسمي. قلت: أنا محمود فؤاد طباخ. أو تدرون ماذا قال؟ لم يعد هنالك على أرض سوريا شخص اسمه محمود فؤاد طباخ. لماذا وكيف؟ قلت: لماذا؟ فإذا به يقول: والله سنذوبك بالأسيد. هل سمعتم يا أحبتي؟ هذه بدايات حزب البعث، حزب الشيطان، حزب اللعنة الذي ابتلينا به. حاضر. تمر الأيام وتمر الأيام. هذا الشعار ما كنت أردده ولا أعرف ترديده، لأنه شعار التضليل، شعار الكذب، شعار الخيانة. نحن نعم مع الوحدة، نحن نعم مع الحرية، نحن نعم مع العدالة. نحن الذين أسسنا لهذه المبادئ منذ 1400 سنة. ليس أنتم أيها الخونة، ليس أنتم أيها الدخلاء. هذه شعارات براقة ترفعونها تضحكون بها على الشعوب. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا إلى هذه الحكاية وأختم بها لتعلموا حجم المأساة التي عشناها قبل أن أخرج. وكنت لا أريد أن أخرج. اعتقلت عام 1979. أثبتت التحقيقات أنه لا علاقة لي بتنظيم كانوا يلاحقونه. الآن كيف أخذت مرة ثانية؟ جاءني الأمن ليلا. أنا حين اعتقلت في المرة الأولى وخرجت قررت والله العظيم أن أبقى وأتحمل كما يتحمل شعبي، إلى أن وصلت الأمور إلى درجة لا تطاق. دق الأمن الساعة 1:30 ليلا أو بعد منتصف الليل. قلت لزوجتي: تحجبي،
جاء الوحوش. تحجبت زوجتي، فتحت الباب، فإذا بالبنادق تسلط علي ويقولون: ارفع يديك، ارفع يديك. رفعت يدي، ماذا أصنع؟ نعم، فين بطاقتك؟ فين هويتك؟ الضابط يقول: أين هويتك؟ تفضل، هذه هويتي أنا الآن. خرجت من فراشي أنام ومعي هويتي، هويتي في الداخل، اذهبوا معه. ذهب اثنان معي إلى أن دخلت الغرفة وأخرجت البطاقة وسلمتها للضابط. أخذ الضابط البطاقة ووضعها في جيبي. ماشي الحال، تفضل انزل معنا. لماذا أنزل معكم؟ أليس هناك قانون؟ هل أنا مطلوب عندكم؟ التفت يمنة فوجد عندي مكتبة، أنا مدرس يا جماعة، مدرس، وهذه المكتبة سلاحي. فقال: عندك مكتبة كمان؟ قلت ببساطة: هذا سلاحي أيها الضابط، أنا مدرس، هل يستغرب علي أن تكون عندي مكتبة؟ أنت ضابط وتحمل مسدسا، هل يستغرب أحد من الناس إذا رأى معك المسدس؟ قال لي: والله بتعرف تتفلسف، يلا انزل معنا. ماذا أصنع يا رجل؟ هل هذه تهمة تستدعي أن أنزل معك وأذهب ولا يعلم إلا الله عز وجل ماذا يحدث بي؟ قلت: أنا لا رأس عملي، أنا موجود في أي وقت تأخذونني، أنا مدرس. قال: ما بتعرف أنت إيش مساوي؟ قلت: لا والله ما أعرف. قال: الآن من عرفك؟ اسمعوا ولتسمع الدنيا هذه التهمة الباطلة التي لا يعيشون إلا عليها. جاءوا لي بطفل عمره حوالي 9 سنوات، يعني كما يقولون آخي القتل حتى دايخ. أوقفوه خارج الباب وأنا من الداخل، وبدأ الضابط يسأله فيقول: هذا يعنيني، هذا بيعرفه لمحمد الفوال. وأنا يا إخوتي مثلكم، والله ما سمعت بهذا الاسم ولا أعرفه. هز برأسه مجيبا: نعم. قال له: ويسهر عنده هذا محمد الفوال؟ هز برأسه: النعم. وينام عنده محمد الفوال؟ هز برأسه: النعم. قال: خلاص، لسه بتقول ايش عامل؟ شفت، ثبتت التجربة. بالله عليكم، هل رأيتم تهمة تثبت بهذا الشكل ويصبح الإنسان مجرما وهو بريء؟ لم يتوقف الأمر عند هذا. قلت له: هل هذه تهمة أدان عليها؟ اتق الله يا رجل، لكن أنا سأطيعك، لا أملك من الأمر، البنادق مسلطة علي، ماذا أصنع وأنا إنسان مسالم؟ وحتى أثبت لك أني مسالم فتشوا بيتي قرنة قرنة وزاوية زاوية. وأشد من هذا، فتح الضابط الثلاجة، وجد فيها قطعة من عدس بحامض. تعرفوا العدس بحامض؟ أنا نسيته والله، لكن بحلب تعرفوا. ووضع السيخ فيه وبدأ يحركه، بدي أشوف كم قنبلة فيه. طنجرة صغيرة فيها قليل من عدس بحامض، صار يحركها بالسيخ. طلع له شي 10-15 مسدس، و20-25 رشاش، و30-35 قنبلة. ثبتت التهمة علي طبعا. المهم قلت له: أنا سأذهب معك، ولكن هل تسمح لي بسؤال؟ قال: تفضل تفضل، حرية حرية. قلت: نعم حاضر. هذا الرجل، هذا الطفل الذي يعرف عني كل هذه المعلومات، أرجوك أن تسأله ما اسمي، سله عن اسمي. قال: حق معاك والله. قال له: يسألك عن اسمه، ما اسمه؟ وقف هذا الصبي، اسمعوا جيدا ولتسمع الدنيا معكم، مد أصبعه هكذا وقال: شيخ. يعني اسمي أنا شيخ. فماذا قال الضابط: هذا الحيوان المجرم. قال: خلاص، ثبتت التهمة، تفضل انزل معنا، هي عرفك وعرف اسمك. بالله عليكم،
هل سمعتم في التاريخ الماضي وفي العصر الحاضر؟ وهل يمكن أن تسمعوا عن محكمة بهذه الشاكلة؟ اسمعوا يا ناس، اتقوا الله في هذا الشعب، تعال نغضب عليه. لماذا؟ أليس من حقه أن يعيش حرا كريما فوق أرضه وفوق ترابه؟ لماذا تعبون عليه هذه الثورة؟ أخذني ونزلت معه. لا يمكن لي، لأن الحكم قد صدر وثبتت علي الجريمة، وتعلمون ماذا يحدث بعد ذلك، وتعلمون ماذا يحدث بعد ذلك. ولعلي أحدثكم في لقاءات أخرى عن الكثير الكثير، لكنني اليوم سأكتفي بهذا لتعلموا مدى الجريمة التي لحقت بنا يومها. وبارك الله في سواعدكم يا جيشنا الحر، يا جيشنا الأبي، بارك الله فيك وأنت تدافع عن حريتنا التي سلبوها منا دهرا طويلا. بارك الله فيك ونشد على ساعدك ألا تتراجع، فالتراجع سيكون أشد وأشد وأشد، والنصر قريب 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 بإذن الله، كما قال الشاعر: بغى وللبغي سهام تنتظر، أتته من أيدي المنايا والقدر، سهام أيدي القانتات في السحر، يرمين عن قوس لها الليل وتر. قريبا وقريبا جدا سنفرح جميعا بنصر الله فوق تراب أرضنا، ونعود أحبة متآلفين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جراح دمشق تبكيني، ونار الظلم تكويني. جراح دمشق تبكيني، ونار الظلم تكويني. وصوت حماتة ثائرة لسوريا تناديني. جراح دمشق تبكيني، ونار الظلم تكويني. جراح دمشق تبكيني، ونار الظلم تكويني. وصوت حماتة ثائرة لسوريا تناديني. وفي الحارات صوت الشعب يزيل السورة، يمحو الصعب ويهتف إنني حر، ويسقط من تحدى الشعب. وفي الحارات صوت الشعب يزيل السورة، يمحو الصعب ويهتف إنني حر، ويسقط من تحدى الشعب. جراح دمشق، جراح دمشق تبكيني. هذه المؤسسة أنا فعلا
النصرة، هنا التاريخ في حلب وتبقى شامنا حرة، وتبقى شامنا حرة، هنا الأحرار والثورة وأهل المجد والنصرة، هنا التاريخ في حلب وتبقى شامنا حرة، وتبقى شامنا حرة. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تدويني، وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني. بعد أخي السوري يثر بطلا، وناجي الله مبتهلا، صمودك يبعث الأمل بنبض كلل الثورة، بنبض كلل الثورة. أخي السوري يثر بطلا، وناجي الله مبتهلا، صمودك يبعث الأمل بنبض كلل الثورة، بنبض كلل الثورة. جراح دمشق تبكيني ونار الظلم تكويني، وصوت حماة ثائرة لسوريا تناديني.